خلفنا تماما تقع مدينة الباب بريف حلب الشرقي. مقاتلو درع الفرات ما زالوا يسعون للسيطرة على المدينة، والتي تعتبر هدف رئيسي لمقاتلي غرفة عمليات درع الفرات. الباب الآن تتعرض لقصف مدفعي من قبل القوات التركية وأيضا من قبل الجيش السوري الحر الذي يرابط على مشارف المدينة. خلفنا تماما تقع قرية قباسين أيضا، وهي تقع خلف التلال المتواجدة هناك. القرية ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة. تعتبر قرية قباسين خط الدفاع الأول عن مدينة الباب. مقاتلو درع الفرات تمكنوا من اقتحام بعض الخطوط الأولى للقرية والتقدم باتجاه مركز القرية. أيضا هنالك قرية الدانة التي تفصل مدينة الباب عنها. قرية الدانة تعتبر أهم خطوط الدفاع، باتت تحت سيطرة مقاتلي درع الفرات، والآن يفصلهم عن مدينة الباب ما يقارب الكيلومتر واحد فقط ما تبقى لدرع الفرات للانتقال إلى لنقل المعارك باتجاه مدينة الباب، والتي تعتبر هدف رئيسي لمقاتلي درع الفرات.